السلام عليكم، رشيد العلوي رئيس جمعية مارس التنمية الاجتماعية والثقافية بسالة. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والمتزامن مع شعبانة وكعادتها ككل سنة، جمعية مارس التنمية الاجتماعية والثقافية تنظم المهرجان الفني التراثي 17 في دورتها 17 تحت شعار دور المرأة في النموذج التنموي الجديد. فمرحبا بكم في رحاب جمعية جود مارس في هذا الحفل البهيج التي تتخلله فقرات موسيقية للمجموعة الصوتية جود مارس والطائفة العساوية برئاسة المقدم حمزة الفاضلي. وفي هذه المناسبة نقول واحد الكلمات: الأم مدرسة إذا أعددت شعبا طيب الأعراق. فالمرأة هي الأم، هي الجدة، هي الأخت. وحنا بهذه المناسبة اللي تنحتفلوا بالمرأة وفي نفس الوقت تنحتفلوا طقوس التراثية الأصيلة للسالة ألا وهي شعبانة. وهذه المناسبة نقدموا لكم عروض جيدة للطائفة العساوية وفقرات تراثية موسيقية أصيلة. السلام عليكم، معك أمل العاطفي مؤثرة بجمعية جوج مارس للتنمية الاجتماعية والثقافية بسالة. اليوم كنحتفلوا بواحد بجوج ديال الحويجات. أول حاجة واحد الحفلة اللي هي ثقافية كنحتفلوا بها بالمورود الثقافي شعبانة، وحفل اللي هو عالمي كنحتفلوا به بالمرأة. فكيف ما شفتوا اليوم كانوا بمجموعة من الفقرات، كان الغناء من فقرات غنائية من تقديم أطفال جمعية جوج مارس للتنمية الاجتماعية والثقافية، وكانت حتى فقرات عيساوية اللي كانت من تقديم السيد حمزة اللي غادي يخليكم معاه من بعد، وكانت فقرات اللي عبارة عن رقصات ولوحات. كنتمنى أن هذا الشيء ينال الاستحسان والإعجاب ديال الناس. فهذه هي ذكرى 17 اللي كنحتفلوا بها، يعني ماشي أول مرة، وكنحاولوا أننا نحافظوا على الموروث ديال مدينة سالة اللي هي معروفة بشعبانة. وكما شفتوا حتى المرأة راه شي حاجة اللي مهمة، فكنتمنى تكون نالت الحفلة الاستحسان ديالكم وشكرا. السلام عليكم، معكم مقدم حمزة الفاضلي رئيس المجموعة ديال الطائفة العيساوية الربانية. اليوم كان واحد الحفل اللي داز الحمد لله بامتياز، اللي فوجنا فيه وتنكرموا فيه المرأة المغربية ديالنا. وهادشي هذا على المغرب كامل فرحان بهذا اليوم هذا بالنسبة للمرأة المغربية، شي حاجة اللي هي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. داز واحد الحفل بامتياز اللي نشطنا فيه مع الناس، وداز كلشي بخير وعلى خير. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.